أيضا لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم لنا سعادة النائب عدنان مشوقة. سعادتك مساء الخير. سعادتك مساء الخير. حياك الله حياك الله أخي، تفضل. أهلا أهلا بك. صوتتم اليوم لصالح تحسين قانون الأحوال الشخصية وكذلك القانون الجنسية عبر اشتراط موافقة ثلثي مجلس النواب على أي تعديل على القانون، ما مبررات نعم، ذلك؟ مبررات ذلك حقيقة يوم الأحد لما صوتنا نحن على قانون المادة السادسة اللي يذكر فيها الأردنيين والأردنيات، نعم وصوت المجلس بأكثرية على الموافقة على هذه الإضافة، إضافة كلمة الأردنيات. هذا الحدث حقيقة خلق نوع من التوتر في المجتمع الأردني، وخلق نوع من الضغط حتى على النواب اللي وافقوا على إضافة كلمة الأردنيات، بل حتى بعض العشائر اجتمعوا لمناقشة هذا الأمر. وأحد النواب يعني يمثل عشيرة من العشائر المحترمة في الأردن، من بعد يوم الأحد بطل يحضر الجلسات. يعني شوف كيف أثرت هذه القضية حتى على العشائر. فمما اضطرنا نحن ككتلة إصلاح أنه نقترح في هذا اليوم من أجل تحصين موضوع قانون الأحوال الشخصية اللي شكل مبرر أو تخوف عند كثير من الأردنيين انه اضافه كلمه الاردنيات قد يؤثر على قانون الاحوال الشخصيه. وايضا بعض العشائر الاردنيه كانوا متخوفين من قانون التجنيس. فلذلك نحن لما اقترحنا موضوع قانون الاحوال الشخصيه يتم تحصينه مثله مثل قانون الانتخاب وقانون الاحساب، شافوها كثير من النواب انه هذا مخرج لهم امام عشائرهم وامام الشعب الاردني. فلما اقترحنا هذه القضيه وكان سعاده الاخ ينال فريحات هو اللي طرحها، أخذت موافقة كاملة بالإجماع من جميع النواب الحاضرين، ما خالف ولا أي نائب. وهذه حقيقة شكلت نوع من الطمأنينة للمجتمع الأردني وللعشائر وللنواب كذلك. الآن هذا يتطلب أي تعديلات على هذين القانونين؟ يتطلب أغلبية نسبية لإقراره، يعني الثلثين. نعم، أي تعديل على هذا القانون يتطلب موافقة ثلثين مجلس النواب وليس ثلثين الحضور. وهذا بحد ذاته يعني يمثل من أصل 130 نائب العدد الحالي، يعني بدك موافقة على الأقل 87 نائب على أي تعديل. قانون الأحوال الشخصية قبل هذا كان يعني ممكن موافقة 35 نائب تمشي أموره. فبالطريقة هذه نحن حصلنا قانون الأحوال الشخصية، وإن شاء الله تعالى هذا يعني مطمئن للمجتمع الأردني. نعم، سعادة النائب عدنان مشوقة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. حياك الله حياك الله، الله يبارك فيك، مع السلامة.